أن ذكر الذبح ناسب أن يذكر باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. لماذا؟ لماذا لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله؟ لماذا؟ لأنك تكفر سواد أهل الباطل ولا يطؤون موطئا يغيب الكفار. كيف تكثر سواد أهل الباطل؟ كيف؟ أنا لا أدري. دروس علمية تعقد. لماذا نكثر سواد السلف سواد أهل السنة ولماذا نكثر سواد أهل الباطل؟ واصل ابن عطاء، واصل ابن عطاء رجل واحد لا يعرف، واصل ابن عطاء ما لا صنع، واصل رجل واحد اعتزل مجلس الحسن البصري. تعرف ماذا صنع؟ شيء يسير، يعني أول البدعة شيء يسير. ماذا صنع؟ اعتزل مجلس من؟ الحسن البصري، يعني اعتزل مجالس أهل السنة. أصبحت هذه الفرقة اسمها فرقة إيش؟ المعتزلة. لماذا؟ لأن اعتزل مجالس أهل السنة. انتبه، لو تعتزل ممكن تكون معتزل يوم من أيام أنت لا تدري. والله هو واصل ابن عطاء لم يطرأ له على بال أن يكون يوما من الأيام رأس لفرقة ضالة، فرقة المعتزلة، ما يدري هو هذا أصلا. صنع شيئا يسيرا، ذهب، وبعض الطلاب يقول أنا أدرس عند هؤلاء النحو، يا أخي يدس السم في العسل، يعني لا يعقل، لا يوجد عند أهل السنة والجماعة من يعلم النحو ثم من أجل تتعلم النحو تضيع العقيدة. لا يوجد عند أهل السنة والجماعة من يتكلم على الفرق الضالة إلا تقرأ لأهل الضلال وتشاهد أهل الضلال هنا، صحيح؟ نعم، مقاطع، مقاطع اليوم لأناس ضلال يسب في الأئمة ويسب في أم المؤمنين، وبعدين يقول انظر ماذا قال في أم المؤمنين، لماذا لا ترسل لي رسالة ماذا قال فلان في أمك؟ عجيب والله أخواننا، مشاهدات، أنت تكثر سواد على الباطل. إذا لا يمكن، لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله حتى لا نكثر سواد أهل الباطل. كفار مشركين مبتدعين.